هذا وأعلنت وزارة الصحة وقاة المجتمع أيضا تقديم تسعة ألاف وثلاثة جرعة من لقاح كوفيد تسعة عشر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم اربعة وعشرين مليونا ومائتين وثمانية الفا وخمسمائة وواحد جرعة ومعدل توزيع اللقاح 245 وخمسة واربعون فارس سبعة وثلاثون جرعة لكل 100 شخص